السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اخوكم عبد السلام. اليوم جايب لكم انطباعي لسبلاتون 2، واعطيكم اياه من الحين من الاخير عشان اختصر لكم المقطع اذا بغيتوا. واو، اللعبة ممتازة، ممتعة، حلوة، جميلة، خلاص هذه يعني هذا اختصار المقطع. يلا الحين ببدأ اتكلم الحين على طويل وكلام يجيب الهم والنوم. فسبلاتون 2 اللي ما يعرف، سبلاتون هي لعبة تعتمد على اونلاين، كلها اونلاين، في قصة بس القصة وستوري مود مو مرة مهم، بتكلم عنه بعد شوي. بس وش هدف اللعبة؟ انك تبدون الماب، وهدف اللعبة انكم تلونون الارض. وما عليكم ان شاء الله راح اصور مقطع بعد هذا، راح اسوي طقطقة، راح يكون مدة ساعة، راح استعرض كل المودات جيم بلاي مع بعض وكل شيء. ف وش هدف اللعبة؟ تبدون الماب، الماب هدفكم لا تذبحون بعض، في اللي مديكم تذبحون بعض بس مو بهذا الهدف الرئيسي. الهدف الرئيسي وش هو؟ انك تلون انك تلون المرحلة. فاكثر فريق عنده ملون المرحله عنده بالنسبه لهم لونه اكثر يفوز. هذه والله صراحه هذه باختصار، كله ترتفع ليفلك، ترتفع 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 ترتفع، كل ما ارتفع تاخذ ملابس، تشتري اسلحه ثانيه، في اسلحه زي نصبحك محل اسلحه اوريكم اياه. صح اني اقدر اطلع الاسلحه، في عاده عندك بندق يطلع لك رشاش، يطلع لك كذا الوان، في قناص. وايضا ترى الحين ما طلعت انا الحين يبي ارفع ليفلي. الحين لو تشوف نظام الاسلحه الحين اقل نسوي هذا التست. يس، شلون نظام الاسلحه حلوه تفرق عنك، وكل سلاح له سوبر معينه. زين عندك السوبر حق القناص انه مثلا يبدا يطلع كذا رشاش كبير يبدا يرش يطلق بقوه. هذه احد الحين بس خليه يكتمل. حلو، طبعا الحين شوف الحين شلون يقول له انك يعني ما عندك حبر انت. حلو، شلون تعبي الحبر؟ تتحول اخطبوط وتنزل كذا بالحبر الملون وانت وفريقك، وانت تمشي وتمشي اسرع، وفوق فوق والحبر يتعبى. هذه وتشوف شفت الخط هذا اللي يطلع، هذا القنبله اللي تستخدمه. كل قنبله تستخدم في اكثر على حسب القنابل اللي تستخدم، في قنبله تمشي، في قنبله تنفقع، على حسب القنبله اللي بتستخدمها. هذه والله كذا يقول تخيل هذه مرحله اونلاين، هدفها انك تلونه، كل ما لونته كل ما لازم تفوزون. فاللعبه يقولوا لك ركز على التلوين اكثر من انك تركز على الذبح. الذبح اكثر احيانا ينكبكه صراحه ويضيع وقتك. فشفت الحين زي عندك قال هذه اكتملت، زي هذه باختصار زي تخيل اوفر واتش بس السوبر. هذه حلو، الحين استخدمها هذه كذا اكثر احيانا تصير تموت اكثر فريق من ضربه واحده بس. يلا الحين نطلع، اصبر هذا شفنا الحين الاسلحه الثانيه بعدك. هذا شوف شلون هذا مسدسين يطلق بسرعه، هذه والله اكثرها. ف انا بترك الحين الاسلحه وانا بوريكم اياها الحين بسرعه، لان ان شاء الله راح اوريكم اياها. بس شلون الحين انا نقدر نطلع؟ ظهرنا هنا، لا لحظة، الويو مو بالويو عفوا السويتش، يا الويو مين يذكره؟ السويتش والكنترول شي حقت غريبة. فهذي والله فوق الاونلاين جت مود القصة. مود القصة الصراحة خليني اعطيكم الحين انطباع، اعطيكم الحين باختصار هذا اللي اشرح لك كل شيء. وانا العب الاونلاين اقول واو ممتع، ايش الحلوه ذي، الاغاني حلوه، الرسم حلو، الجيم بلاي رائع، متحمس. يوم دخلت طور القصه قلت واو، جاني النوم بروح انام، مره سكره ودخت لان طور القصه كان سيء. هو مو بشين للامانه، مو هو بشين ابدا، مو هو بشين زين، بس تحس انه مثلا مسوينه بس عشان يقولون عندنا قصه. وانا ما انا بشتك، والحمد لله انه موجود. الحين اقول لكم انا الحين اقول لكم الحمد لله ان طور القصه موجود، بس انه مو ما تحس انه كان لازم، فهمت علي؟ ف هذه والله فوق طور القصه عندنا هذه هنا وش شيء اسمه؟ والله بطلع نفس الشيء اسمه باختصار. هذه زي ما تقول تخيل باختصار، هذه تخيل انه الزومبي زي كول اوف ديوتي، تشتغلون مع بعض، تجمعون مثلا تجمعون بيض وتجدعونه مثلا بسله، كل ما سويتوا تكسبون مثلا. بعضكم يقول ليش العبه؟ ما في فائده منه، ما راح تفيدني بالاونلاين. لا، اذا خلصتها يعطيك شيء، يعطيك توكنز تفتحهن، هذول اذا فتحتهن يعطيك مثلا اكس بي اعلى مثلا، شو تكسب اكس بي كذا، اكس بي اسرع، تكسب اكس بي اعلى مثلا باللبس كذا، لان الملابس
لان ملابس تقدر كل لبس له ليفل معين، كل ما تطور اللبس يفتح لك بيرك ثاني، زي مثلا نقول تعبي الحبر حقك اسرع، هذه تجي هنا يفتح لك اياها وتخلصه. فهذا يساعدك، وهذا يساعدك على انك تلعب اونلاين. هو والله الامانه ممتع لحاله، كويس زين، يعني اذا كنت انا ودك تلعب كذا تخوياك فليه لا، ممتع ترى مو بشين ابدا. فهذا والله انطباع لسبلاتون 2، ممتعه 10 من 10 والله تستاهل الصراحه السعر. ف اذا مو ب 10 من 10 اقل، بس يعني باختصار اشتروا لانه ممتعه والله. تبي لعبه اونلاين هذه اونلاين، تبي قصه ابعد عنه لان قصته مين مره هذه، تبي لعبه هذه اكثر اونلاين اشتره، قصه لا هذه والله. يلا كما اخوكم عبد السلام، يعطيكم الف الف عافيه على المشاهده ان شاء الله. يلا الحين مقطع ان شاء الله الحين بطلع بصور ان شاء الله مقطع طقطقه ساعه كامله ان شاء الله، بحاول العب كل مود قصه شوي، ثم احاول على زومبي شوي، ثم احاول على اونلاين شوي. يلا كما اخوكم عبد السلام، مع السلامه.